ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن تهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياة به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن